كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف هي الكلية الوحيدة في الشرق الأوسط اللي بتدرس هذا التخصص المهم. احنا عندنا النهاردة نموذج لفتاة قدرت انها تتفوق في الدراسة وتكون أول معيدة يتم تعيينها في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء. خلونا نتعرف عليها أكتر ونعرف يعني ليه اختارت الكلية دي بالذات. معنا على التليفون نعمة أحمد، أول معيدة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء. صباح الفل عليكي. صباح الخير يا أستاذة مصطفى. أهلا بك. يعني أنا متأكدة إن الطلبة بيقولوا لك دكتور، يعني حتى لو لسه مفيش دكتوراه بس هي دكتور. طيب شغلنا. خليني أقول لك يا دكتور ألف مبروك. عايزين نعرف منك الرحله بتاعتك، يعني دايما المجال ده بالذات بنحس يعني او متعرف عليه انه مقتصر اكتر على الرجال. دخلتي ليه مجال علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء بالذات؟ يعني ايه سبب اختيارك؟ احكي لنا عن رحلتك في الكليه دي. طيب والله هبدا من ثانوي بقى عام. انا دماغي كانت رياضيه اكتر، طبيعه رياضيه، ولكن كنت حابه طب فدخلت علم علوم. جبت في علم علوم 5.7، يعني دي كانت صدمه لينا كلنا. ف يعني عرفت الكليه وقت ما انا بنسق للجامعه، وانا في التنسيق عرفت الكليه فبحثت عنها قبل ما اكتبها كرغبه اولى، بحثت عنها وكده فحبيتها. فلما دخلت الكليه حبيت الكليه اكتر، يعني زي ما قلت لحضرتك الاول انا طبيعه دماغي رياضيه اكتر، فكلها بقى هندسه كلها رياضه. فالحمد لله يعني انا مجموعي كان الحد الادنى للقبول بالكليه، فده كان اختيار ربنا مش اختيار حد ثاني. طب في تخصصات جوه الكليه، يعني الملاحه وتكنولوجيا الفضاء، ايه التخصصات وايه هو التخصص اللي انت نفسك تشتغلي فيه او تشتغلي عليه؟ والله الكليه عندنا فيها 3 اقسام، فيها اتصالات الفضاء والملاحه الفضائيه وعلوم الفضاء. انا تعينت في قسم علوم الفضاء، ولكن هي الاقسام كلها في الاول وفي الاخر بتبقى مرتبطه ببعض. عندنا برنامجين في الكليه، برنامج عام وبرنامج خاص. التخصصات بتخدم على البرامج، يعني البرنامج العام فيه 3 تخصصات والبرنامج الخاص فيه 3 تخصصات برضه. بس زي ما قلت لحضرتك الثلاث تخصصات متداخلين في بعض. انت هنا الملاحه يعني النافيجيشن ولا ملاحه حاجه تانية؟ يعني فهمينا اكتر. لا ملاحه تحديد مواقع نافيجيشن. ملاحه بحريه ملاحه جويه. كلمينا اكتر. ملاحه بحريه جويه، يعني انت بتدرسي كله؟ لا احنا بندرس كورسات معينه خاصه بالنافيجيشن، وده عشان كده فتحوا بعد ما احنا، يعني انا كنت الدفعه الاولى تدخل الكليه، ما كانش في دفعات سابقه. بعد ما دخلنا الكليه بعدها بسنه فتحوا برنامج جديد اسمه البرنامج التطبيقي للعلوم والملاحه. البرنامج التطبيقي للعلوم والملاحه ده متخصص اكتر في النافيجيشن، بيدرسوا جي ان اس اس سيستم، بيدرسوا يعني ده مختص اكتر، ده تدريبي اكتر من البرنامج العام اللي هو اسمه الملاحه الفضائيه. يعني انا معلوماتي ان احنا في مصر عندنا اكتر من قمر صناعي خارج كوكب الارض الدوله المصريه يعني اشرفت عليه، وعندنا وكاله الفضاء المصريه. فرص العمل المتاحه بالنسبه لكم ايه؟ بتخشوا في ايه؟ مين من دفعتك اشتغل فين؟ يعني عرفينا على الموضوع ده اكتر. هي الفرص المتاحه لينا يعني جوه مصر، في مثلا وكاله الفضاء المصريه، في الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد، في معهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه طبعا، في معهد الاتصالات القومي. في اكتر من معاهد متاحه ليها الفرصه، ولكن الفكره ان انت ازاي في ال5 سنين اللي بتدرس فيهم في الكليه ازاي تبني سوفت سكيل عندك قويه، ازاي تكون مهارات قويه. عندنا من دفعتي مثلا في ناس اشتغلت في وكاله الفضاء المصريه، في ناس اشتغلت في شركات سوفت وير، في ناس اشتغلت في شركات هاردوير. في سويفت اكت. لا يعني بغض النظر عن الاسم، شركات برمجه ولا شركات ملاحه؟ انا بقول لحضرتك شركات بترول تعديل يعني. سوفت وير كبرمجه وفي هاردوير، يعني احنا بندرس الكليه يعني جزء من دراستنا برضه بيبقى برمجه. فانا زي ما قلت لحضرتك ال5 سنين انت السوفت سكيلز اللي انت بتبنيها عندك بجانب الكورسات اللي بتوفرها الكليه بجانب التدريبات اللي بتوفرها الكليه، فبتلاقي عندك متخرج عندك نولج كافيه ان انت تشتغل في اي مكان في الاماكن اللي ذكرتها لحضرتك يعني. وفرص العمل بره مصر اكثر كتير من جوه مصر في مجال الفضاء عموما، يعني لسه مصر يعني في مرحلة الاولى في صناعه الفضاء.
بالظبط يعني فرص العمل والمنح بره مصر اكتر كتير من جوه مصر. عشان كده احنا عايزين النهارده يا دكتور نعمه ان انت تفهمي يمكن الناس اللي بيتفرجوا علينا النهارده الاهالي او لسه طلبه ثانويه عامه اللي لسه بيفكروا ايه الكليه من كليات القمه برضو ان هم ما يحصروش تفكيرهم بس على هندسه او طب او غيره. كليه جديده نسبيا يعني اكيد في صعوبات واجهتك وانت بتحاولي تتغلبي عليها او انت بتدخلي الكليه دي في الاول، احكي لنا عنها ايه الصعوبات دي عشان كمان ازاي بتحاولي تسهليها على الطلبه بتوعك دلوقتي. والله واجهتنا يعني هتكلم دلوقتي على مشكلتين اساسيتين. اول مشكله واجهتنا ان احنا عشان ككليه اولى واحنا انا دخلت كدفعه اولى فمعظم الهيئات اللي ذكرتها لحضرتك ما كانتش تعرف يعني ايه علوم ملاحه تكنولوجيا الفضاء، ما كانتش تعرف يعني ايه الكليه ولا تعرف احنا بندرس ايه ولا الكورسات اللي بناخدها. فبدا مؤخرا يتم عمل بروتوكولات ما بين الهيئات دي وما بين الكليه، لا بقينا بنروح احنا ودكاتره وقلاء للكليه بقى بيروح الاماكن دي يعملوا بروتوكولات تعاون للهيئات دي، الهيئات دي وصفرنا تدريبات معينه بتدينا كورسات معينه تطور من الجزء التدريبي عندنا. فبصراحه الكليه ما قصرتش في الحته دي، عمل بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بين الهيئات داخل مصر وخارج مصر. يعني وانا طالبه انا اخذت منحه لكندا كانت شهر ونص تقريبا، وده كان افيد كورس خدته في حياتي. في دلوقتي يعني حاليا في طلاب بيدرسوا في هيروشيما في اليابان، الكليه اللي موفره لهم التدريب ده. فهي الكليه بتفتح افاق جديده، بتفتح تعاونات جديده، بنشوف حاجات بصراحه يعني خارج التقليدي وخارج المعتاد. انتوا اقرب لكليه علوم ولا اقرب لكليه هندسه؟ احنا ميكس يعني في جزء احنا اول سنه عندنا اعدادي زي هندسه بالظبط. تمام. انتوا خمس سنين زي هندسه؟ هي خمس سنين عشان اول سنه اعدادي وبعد كده تخصص. بعد كده بقى بنتخصص، لو برنامج عام هنتخصص في الملاحه الفضائيه، لو برنامج خاص هنتخصص في العلوم التطبيقيه للفضاء والملاحه. طب وانت بتدرسي ايه يا نعمه؟ يعني انت الكورسات اللي انت بتشتغلي عليها ايه هي؟ والله انا بدات في الترم الاول درست ميكانكس، درست سبيس ساينس، درست ستراكشر دايناميك. فهي انا بحب ميكس الكليه قوي بصراحه يعني. طب وبرده السؤال اللي في دماغي، الاساتذه بتوعكم جم منين؟ ميكس برده ما بين الهندسه والعلوم؟ ميكس ما بين هندسه، ما بين كليات هندسه وما بين كليات علوم فلك، وما بين علوم عشان احنا بندرس ماس. احنا عندنا اساتذه من علوم بندرس ميكانيكس، عندنا اساتذه من هندسه، وعندنا اساتذه متخصصه في اتصالات الفضاء. طيب دكتور نعمه لو هتقولي دلوقتي حاجه للطلبه اللي لسه يمكن بيفكروا ايه الكليه اللي ممكن تتناسب معاهم في نفس الوقت تبقى كليه حديثه نسبيا عشان يبقى في مجال ليهم في سوق العمل. النهارده احنا بنتكلم على الاختلاف اللي يمكن في المجالات اللي بيحتاجها سوق العمل النهارده، فتقولي ايه للطلبه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ومش عارفين يدخلوا الكليه دي ولا لا؟ هو ترند العالم حاليا يعني كله تكنولوجي. فاحنا بنبعد عن التقليدي، بنبعد عن طب وصيدله، طبعا ده غنى عنهم بس مش هي نهايه الكون، مش بنقف هنا يعني مكان ما ربنا رايد هنكون. فالكليه هي كدفعه اولى انا ادخلها كانت ريسك كبير جدا، ولكن الحمد لله انا عرفت ترجي ربنا حاطني في الحته دي. فالناس ما تشوفش ان ثانويه عامه يعني لو ما جابوش مجموع طب ولا صيدله ولا هندسه دي نهايه الكون. وده مش ترند حاليا يعني، بقى ترند دلوقتي كل التكنولوجي، كل الكليات اللي فيها تكنولوجي سواء كانت ذكاء اصطناعي، سواء كانت حاسبات ومعلومات او علوم ملاحه طبعا. فهم حابين ايه يعني؟ هم لو حابين الحاجه دي اكيد هيدوها هيدوها اقصى حاجه عندهم. صحيح. على اي حال انا فخور ان عندنا كليه اسمها كليه علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء، وفخور برضو ببنات مصر ان عندنا اول معيده في هذه الكليه شرفتنا بالاتصال الدكتوره نعمه احمد زي ما قلنا. أيوة. ان شاء الله يعني تبقى دكتوره. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.